السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة لما راح بيتأمل الأشجار الجميلة اللي حوالينا ديت والمية الجميلة اللي ورانا بقول أمال الجنة تبقى عاملة إزاي؟ ما شاء الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مباشرة بنتوجه بالسؤال لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بنقول له يا رسول الله أوصف لنا أشجار الجنة وأنهار الجنة. وقبل ما النبي يوصف تعالوا نقرأ قول المولى عز وجل في كتابه حينما يقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ربنا يجعلنا منهم، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى تجري إيه؟ من تحتها. وفي آية تانية يقول أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. يبقى مرة يقول تحتها ومرة يقول تحتهم، كأن المولى عز وجل بيقول لك إن الأنهار من تحت الجنة ومن تحت رجليك، وإن الأنهار بتحيط بك من كل مكان، والمتع جيالك من كل مكان في الجنة لأنها جنة. ربنا يرزقنا إياكم ويجمعنا الجنة في الجنة. الآيات الثانية ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك على سبيل المثل بعض الأنهار اللي ممكن تقول أنا ما شفتهاش ولا سمعت عنها لكن ممكن أتخيلها، فيجبالك على صورة المثل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أربع أنهار، كل واحد فينا ليه أربع أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن عمره ما يتغير. والجميل في الموضوع يا جماعة إن الأنهار في الدنيا لازم يكون في حفرة والمية بتجري في الحفرة ديت، في الجنة غير كده. في الجنة المية بتجري في غير أخدود، يعني المية بتجري في الجنة على سطح الجنة على الأرض نفسها، شو قد إيه؟ ولا تتغير المية ولا تتعكر وما تدلقش اليمين ولا شمال، تفضل ثابتة في مكانها وبتجري في نفس المكان. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه حتى لو مر عليه مليون سنة أو مليار سنة، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. والجميل في الموضوع إن الأنهار في الجنة المية بتاعتها بتيجي من فوق وتتفجر وتنزل على تحت زي الشلالات. ويمكن أكتر منظر بيؤثر في نفوسنا يعني لما نيجي نشوفه في الجنة أو في الدنيا منظر الشلالات، منظر المية وهي بتنحدر من فوق لتحت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن في الجنة 100 درجة، والحديث ده استدلنا بكتير على مواقف كثيرة في الجنة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، خد بالك، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. يبقى أنهار الجنة تتفجر من فوق وتنزل على تحت زي الشلال، وده منظر مؤثر جدا وجميل وممتع جدا لأهل الجنة. ربنا يجمعنا في الجنة. من ضمن الأنهار الجميلة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا إن شاء الله نشوفها في الجنة الكوثر. الكوثر ده نهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نهر خاص. قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر. النهر ده يا جماعة المية بتاعته نازلة من مكان لا يعلمه إلا الله، بتنزل تصب فين يا جماعة؟ بتنزل تصب في حوض النبي. معلوم ما هوش في الجنة، الحوض موجود في أرض المحشر اللي احنا ربنا إن شاء الله يجمعنا عنده يوم القيامة، ونشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم ندخل الجنة بعد ذلك. مية الحوض يا جماعة جاية أصلا من نهر الكوثر اللي هو نهر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيوصف نهر الكوثر بيقول كما عند البخاري قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه من الدر المجوف. الله، الحافتين بتوع النهر بتوعه من الدر، من أنواع المجوهرات والأحجار الكريمة، شوف قد إيه؟ قال من الدر المجوف. فقلت ما هذا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل، فإذا طيبه أو طينه مثل المسك الأذفر. الطين بتاع الحوض أو الطيب بتاعه زي المسك الأذفر، يعني ده حوض النبي وده يعني الكوثر نهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي بيخبر كمان إن في نهر عند باب الجنة اسمه بارق.
النهر ده يا جماعة بيجتمع عنده الشهداء يوم القيامة، مش يوم القيامة لا، ده وهم في القبر، وهم في القبر بيجتمعوا عند النهر ده. الحديث رواه أحمد بسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء على بارك نهر بباب الجنة، فيه قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. الله. طب ده شيخ محمود بيتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهداء سيكونون يوم القيامة او سيكونون هم في فترة القبر في اجواف طير خضر ترد انهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي الى قناديل معلقة في عرش الرحمن. اقول لك مفيش تعارض، لان قد يكون الشهداء في وقت من الاوقات على نهر بارق، وفي وقت من الاوقات على انهار الجنه ياكلون من ثمار الجنه ويشربون من انهار الجنه. قد يكون هذا الاحتمال الثاني، ان الشهداء يختلفون وتختلف منازل الشهداء، فهناك الشهيد الذي مات في المعركه وده اعلى درجات الشهاده، وهناك الشهيد المبطون، وهناك الشهيد الذي وقع تحت الهدم، وهناك الشهيد المحروق او غير ذلك، وهناك من دافع عن نفسه او عن ماله او عن عرضه فمات فقتل شهيدا. كل هؤلاء شهداء، والشهداء تتفاوت مراتبهم ومنازلهم، فقد يكون هناك من يكون على انهار الجنه، وقد يكون هناك من الشهداء من يكون على نهر بارق، وهكذا تختلف منازل ومراتب الشهداء. وبذلك نجمع بين نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجات تانية جميلة في الجنة غير الأنهار وغير الأشجار وغير الحاجات دي كلها، في عيون في الجنة. عيون في الجنة من ضمن العيون التي أخبرنا عنها الحق جل وعلا في الجنة، عين تسمى الكافور، وعين تانية تسمى التسنيم. العينين دول يا جماعة فيهم حاجة، يعني المادة اللي بتتشرب منها مادة الكافور ومادة والحاجة بتاع التسنيم دي، الحاجة دي لما يشرب منها المقربون يشربوها صرف. يعني ايه صرف؟ يعني ما ينضف لهاش اي مادة تانية ولا اي حاجة تانية. اما الابرار اذا شربوا يشربوا من الكافور او من التسنيم، لكن مخلوطة بمادة تانية. فمن جعل العبادة خالصة لوجه الله ولم يشوبها شائبة شرب يوم القيامة من الكافور والتسنيم صرفا لا يخلط به شيء. ومن خلط العبادة، يعني شوية عبادة وشوية لعب وشوية لهو وشوية صلاة وشوية لعب وهزار، يتخلط له من المية دي يوم القيامة، زي ما هتخلط هنا يتخلط لك هناك، وزي ما تصدق هنا تاخد الحاجة هناك صفية بفضل الله. قال جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقال عن العين الأخرى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يبقى عينين جمال جدا، عين اسمها الكافور وعين اسمها التسنيم، المقربون يشربون منها صرفا بلا تخليط، والأبرار يشربون ولكن المادة تكون مخلوطة بمادة أخرى. طيب ده عيون الجنة وأنهار الجنة. يا رسول الله، ما هو الأنهار والعيون دي جميلة قوي، لكن ما تبقاش يعني حلو قوي للدرجة دي إلا إذا كان حواليها أشجار جميلة. من خلال العيون دي تتسقي الأشجار، ومن خلال الأنهار دي تنبت الأشجار، يبقى أنهار وأشجار، يبقى عشان تكتمل الطبيعة الجميلة. وديكم شايفين إحنا قاعدين في طبيعة عاملة إزاي، أدي الأشجار وأدي المية من ورانا، وفي مية من حوالينا يمين وشمال في أماكن تانية، لكن سبحان الله المية والخضرة والوجه الحسن اللي قاعد قدامي دلوقتي، الناس الأفاضل اللي قاعدين بيسمعوا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، بذلك تكتمل السعادة. لما تكونوا قاعدين قدامنا وحوالينا الأشجار وحوالينا الأنهار، تشعروا بالمتع واللذة والجمال بفضل الله سبحانه وتعالى. أشجار الجنة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنواع كتيرة جدا من الأشجار اللي موجودة في الدنيا، أيضا موجودة في الجنة، لكن طبعا الشتان ما بين أشجار الدنيا وفاكهة الدنيا وما بين أشجار وفاكهة الجنة. يعني على سبيل المثال، ربنا بيخبر إن الجنة فيها عنب وفيها نخل وفيها رمان، وفيها كمان نوع من أنواع الأشجار اسمه السدر والطلح. طب احنا عارفين العنب وعارفين النخل وعارفين الرمان، لكن السدر ده ايه؟ السدر ده شجر بيطلع حاجة اسمها النبأ، لكن أغلب الشجرة مليانة شوك. لكن تيجي في الجنة بقى الشجر السدر ده يبقى مليان نب، لكن الشوك بتاعه اتنزع ما فيهوش شوك. طيب والطلح، الطلح ده كل فايدته ان هو شجر مليان فقط ايه شوك ومليان اغصان، ففايدته ان انت تقف تحت الظل بتاع الطلح. ف
فربنا سبحانه وتعالى ذكر السدر وذكر الطلح ان هم من اشجار الجنه. والحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه كان ليه استنباط في منتهى الروعه والجمال اللي في الدنيا. بيقول لك لما ربنا يذكر شجر السدر والطلح في قوله جل وعلا واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يعني اكيد ليها يعني حاجه جميله جدا وليها مغزى عايزين نعرفه ونعرف ليه ربنا ذكر الاشجار ديت. ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب. تعالوا معنا نتهنى في يومها نعيش في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمنا قبل الفاصل عن الأشجار اللي موجودة في الجنة. المولى عز وجل يقول إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب، وقال جل وعلا فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. حاجة عجيبة جدا جدا ان لما ربنا يذكر الفاكهه والنخل والرمان شيء طبيعي لان دي حاجات جميله كلها، لكن لما يذكر السدر والطلح، السدر ده عباره عن شجر النبع وفي شوك كتير جدا جدا يعني هينتفع به الانسان ازاي، والطلح ده يا دوب فقط شجر معروف في ارض الحجاز ان هو ليه يعني ظل فقط لا تنتفع الا بظله. فالامام ابن كثير بيعلق تعليق في منتهى الروعه والجمال، بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى بينبه على القليل ويريد به الكثير، وينبه على الأقل ويريد به الأعظم. بمعنى إيه؟ بمعنى أديك مثال من الدنيا كده. لما أجي أقول لك إيه؟ تخيل حضرتك إن الفول، وطبعا أنت عارفين الفول عندنا في مصر فرض عين، فبقول لك تخيل إن الفول فيه ما شاء الله 70 فائدة للجسم، تقول ياها كل ده في الفول، أمال اللحمة يبقى فيها إيه؟ واخد بالك؟ فأنا بقول لك على القليل وتاخد منه إيه؟ ان الحاجة التانية الاكبر اكيد فيها حاجات اعظم من كده. فلما ربنا ينبه على ان السدر ده شجر النبع وفي شوك كتير جدا جدا، لما يكون في الجنة الشوك بتاعه مقطوع والطلح نفس الحكاية برضو ما فيهوش اي شوك ولا اذى وبيتفتق عن كل ثمرة من ثمرات السدر او الطلح 70 نوع من الطعام الجميل في الجنة، كأنه يقول لك فما ظنك بالنخيل والرمان والفاكهة والتفاح الى غير ذلك والعنب، كأنه بيقول لك اذا كان دوت هيطلع من كل ثمرة 70 نوع من انواع الأكل الجميل أو الطعام الجميل، فما ظنك باللي أصلا كانت في الدنيا كلها فاكهة وجميلة وحلوة هيكون شكلها إيه في الجنة. سبحان الله، والفاكهة في الجنة كتيرة لا تنقضي ولا تنتهي، ومن كثرتها الإنسان بيبقى محتار يأكل إيه ولا إيه. قال جل وعلا يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وقال جل وعلا فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون. اللي انت عايزه اقعد بقى نقي زي ما انت عايز، كل شوية تفاح وشوية عنب وشوية رمان وما شاء الله، وهتلاقي هناك فواكه أصلا لا سمعت عنها ولا شفتها ولا خطرت على قلبك أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الجميل في الموضوع إن الأشجار اللي أنت هتشوفها في الجنة، وربنا يا رب يجمعنا في الجنة، الأشجار دي يا جماعة مش بقى ليها فصل شتاء وفصل صيف وده بيطلع في الخريف وده بيطلع في الربيع، هناك مفيش أصلا لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا فصول، فبالتالي الفاكهة موجودة على طول لا تنتهي أبدا. قال جل وعلا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقال جل وعلا أكلها دائم وظلها، الأكل بتاعها دائم على طول لا ينتهي، وكذلك الظل لا ينتهي أبدا من تلك الأشجار. والجميل في الموضوع إن الفاكهة قريبة، قال جل وعلا وجنى الجنتين دان، وقال جل وعلا قطوفها دانية، قريبة. أنت عايز تأكل إيه؟ تفاح، تبص على التفاحة كده على الشجرة ولسه هتمد ايدك تنزل لك التفاحة لحد عندك وتقول لك يا ولي الله لقد سخرني الله من أجلك. انت ما تدعمش نفسك، انت هنا باشا، ويكفيك انك تعرف ان العنقود الواحد من العنب في الجنة لو اجتمع عليه أهل السماوات والأرض في الدنيا ما استطاعوا أن يكملوه. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل جدا رواه مسلم في قصة الكسوف، في حادثة الكسوف، كسوف الشمس، لما قام النبي يصلي في بعدها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الظهر أو العصر،
فأبي بن كعب بيقول له يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك. إيه اللي عمله النبي عليه السلام؟ النبي هو بيصلي يوم الظهر أو العصر فجأة تقدم كده، هو في أثناء الصلاة تقدم عشان يأخذ شيء وبعدين مرة واحدة راح راجع. قالوا له يا رسول الله عمرك ما عملت كده، رأيناك فعلت شيئا ما فعلته قبل ذلك. قال لقد رأيت الجنة بين عيني. بيقولهم شفت الجنة، عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة. قال فتناولت منها قطفا من العنب لآتيكم به. قال فحيل بيني وبينه، حبيت أخذ كده قطف من العنب كده أجيبه لكم، فحيل بيني وبين العنب، خد بالك. قال فلو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. بيقولهم لو جبت لكم بس عن أود عنب واحد من اللي في الجنة اللي أنا شفته دلوقتي لكان كل من في الأرض ومن في السماوات يأكلوا منه ولا ينقصون منه شيئا بفضل الله. وده عن أود عنب بس يا جماعة، فما ظنكم بشجرة العنب عاملة إزاي، ولا شجرة التفاح فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العجيب في الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا برضو بعض الأشجار في الجنة بأوصاف قمة في الجمال. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الوصف الأولاني إن النبي بيقول لنا إن يا جماعة ما فيش ولا شجرة في الجنة، ولا شجرة، لم يستثني النبي شيئا، ما فيش ولا شجرة في الجنة إلا والساق بتاعتها كلها من الذهب. الحمد لله هناك ما فيش بقى لا لصوص ولا بتاع، ده انت قاعد في جنة يعني. الشجرة الساق بتاعتها كلها من ذهب، أي نعم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، ما من شجرة إلا وساقها من الذهب. ما فيش ولا شجرة في الجنة إلا والساق بتاعتها كلها من الذهب الخالص. الحاجة التانية، في شجر الظل بتاعه، شوف احنا قاعدين دلوقتي في ظل الشجر الجميل اللي قاعدين جنبها دي، الظل دوت لو انت راكب فرس الان والشجرة اللي احنا قاعدين جنبها دي حبيت تخرج من الظل تخرج في قد ايه؟ في اقل من 3 ثواني. لا ده النبي بيقول لك تركب فرس وتجري تحت ظل الشجرة في الجنة لحد ما تخرج من الحتة دي، لحد ما توصل لأول أطراف الشمس هنا كده، شوف قد ايه، قال لك تجري تحتها 100 سنة ما تخرجش من تحت الظل. يبقى الشجرة دي قد ايه؟ ودي شجرة واحدة من أشجار حضرتك في الجنة. والله العظيم يا جماعة أنا وأنا بوصف الجنة أقسم بالله يكاد عقلي يطيش، والله العظيم أكاد إن أنا أجن وأنا عمال بتكلم عن الجنة. شجرة واحدة من أشجار حضرتك ممكن تغرسها وإحنا قاعدين دلوقتي، تيجي إلاك تغرس نخلة، تعالى أغرس نخلة، قول سبحان الله العظيم وبحمدي، قلته اهو اتغرس لحضرتك دلوقتي نخلة في الجنة، واتغرس لحضرتك نخلة في الجنة. النخلة دي او الشجرة دي لو جريته بالفرس السريع تحت الظل بتاعها 100 سنة لا تقطعها. ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم، انا ملوش كلام من عندي، ادى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، يعني بعد 100 سنة كمان ما يوصلش حتى ايه لطرف الظل بتاع تلك الشجرة. في كمان من ضمن الأشجار اللي النبي وصفها لنا شجرة اسمها طوبة. حديث رواه أحمد بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طوبى لمن رآني وآمن بي. والله العظيم دي أجمل بشرة يا جماعة، طوبى لمن رآني وآمن بي، دول مين؟ دول الصحابة. قال وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، كده كم مرة؟ 3. رواية تانية بيقول وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني، اللي هو أنا وإنتو، اللي هو إحنا، اللي إحنا ما شفناش النبي وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام تجري في الظل بتاعها 100 سنة، خد بالك بقى، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. شجر الطوبة حضرتك النبي دعالك أن يبقى لك شجر الطوبة في الجنة، يلي آمنت بالنبي وما شفتش النبي عليه السلام، فبيقول لك شجرة يسير راكب مسرع تحت ظلها 100 عام وتخرج ثياب الجنة من أكمام تلك الشجرة. من ضمن الأشجار اللي وصفها لنا النبي عليه السلام سدرة المنتهى اللي هي عند جنة المأوى، اللي السدرة اللي النبي شاف فيها سيدنا جبريل على صورته الملائكية الحقيقية في عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وصف النبي عليه السلام وقال رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها الثمر بتاعها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آزان الفيلة.
ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد ريحان الجنة اللي هو الحناء. لكن في عجالة سريعة، كيف يستزيد المؤمن من شجر الجنة؟ إزاي نغرس الشجر الجنة؟ بحاجتين. رقم واحد يا جماعة، أن تقول سبحان الله العظيم وبحمدي يتغرس لك نخلة في الجنة. وفي حديث تاني جميل جدا رواه الترمذي بإسناد حسن، إن النبي لما قابل سيدنا إبراهيم في ليلة الإسراء والمعراج، سيدنا إبراهيم قال أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الطرب وأنها قيعان وأنها كذا 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 وكذا، وقعد يوصف، ثم قال وأخبرهم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كتروا من غراس الجنة، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقولوا سبحان الله العظيم وبحمدي. دي كانت همسة بسيطة عن أنهار الجنة وعن أشجار الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت ظلال أشجار الجنة وعلى أطراف أنهار الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في ظلال الجنة وفي أنهار الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.